بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بيسعدنا أن نلتقي بحضراتكم في اليوم الثاني ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. الأسبوع الثقافي تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والموضوع شيق وجميل وهو عن إغاثة المكروبين، عن فضل إغاثة المكروبين. بشرفنا في هذا اللقاء الطيب فضيلة الدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور صبري الغياتي مدير الدعوة والمراكز الثقافية بأوقاف الجيزة. وحتى تحل البركة على كل السادة الموجودين في هذه الرحلة الطيبة، فلنبدأ هذا اللقاء بالصلاة على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. طبعاً موضوع إغاثة المكروبين هو موضوع مهم جدا، ولنبدأ بحديث عن يروي سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغاث ملهوفا كتب الله له 73 حسنة، واحدة منها يصلح الله بها آخرته ودنياه، والباقي درجات. أخرجه الطبراني. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى قال من نفس عن مؤمن كربا من كربات الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. وإغاثة المكروبين باب عظيم من أبواب الصدقات. ويقول الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: صناع المعروف تقي مصارع السوء والآفات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. لن أطيل على حضراتكم، ولكن نبدأ هذا اللقاء الطيب ونستمع إلى كلمة وفضيلة الدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعل من الأخلاق الحميدة عنوانا ومنهجا لأمة الإسلام. نسعد بتواجد حضراتكم في هذا المكان الطيب، ونشكر السادة القائمين على هذا الجمع وهذه اللقاءات العطرة، ونسعد بالجوار مع الدكتور صبري مدير الدعوة بمحافظة الجيزة، والأستاذ خالد سعد المذيع بالتلفزيون المصري. إن شاء الله حول هذا الموضوع وربما نقول ليست كلمة إنشائية، بل العنوان له واقع نعيشه حاليا، ألا وهو إغاثة المكروبين. حول ما يقع حولنا من أمور، وحول ما يستجد من حوادث ونكبات من زلازل أو حروب، أو يقع الإنسان في محن، وحال الإنسان
مع ما يعيش لا يتوقف على وتيرة واحدة، فيعقل الإنسان دائما حزن وفرح ويسر وعسر ومرض وصحة. لذلك قلما تجد إنسانا لا يقع في ضيق، بل لا بد أو مع مراحل الحياة ومع ظروف الحياة أن تجد الحياة متقلبة متغيرة. لذلك قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي لا تبقى الحياة على وتيرة واحدة. وإغاثة المقربين نحتاج إلى أن نعرف منها أو نعرف عنها بعض الأشياء التي يمكن أن نطبقها في الحياة العملية. في أي شيء يمكن أن تكون إغاثة المقروب؟ وكذلك لمن يقدم إغاثة المقروب؟ والسؤال الأهم: هل يأثم الإنسان الذي يتقاعس أو يتغازل عن إغاثة المقروب؟ وما أهمية ذلك في الشريعة الإسلامية؟ الإغاثة بمعنى العون والنصرة. أغثت فلانا أو قدمت له الإغاثة، أي أعنته وساعدته على شدة حاجته. والمقروب كما عرفه ابن رجب فقال: الغم الذي يأخذ بالنفس ويزيب القلب. يبقى الكرب الذي يأخذ بالنفس، أي تجد الإنسان في شدة عصيبة وقعت عليه أو ألم شديد ألم به، يحتاج لمن يأخذ بيده. فبالتالي تجد من وقع في كرب شديد أو في ضيق شديد يحتاج إلى عون ومساعدة. ودين الإسلام يحثنا دائما على القيم الإسلامية، بل القيم الإنسانية. لذلك الإغاثة الإنسانية للمكروبين لا تتوقف على أخوة الدين. فالأخوة عندنا اثنين: أخوة في الدين إنما المؤمنون إخوة، وأخوة في الإنسانية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فبالتالي تقديم الغوث والعون والمساعدة لا يتوقف على بني جنسك أو من أبناء دينك، بل قيم الإسلام ارتفعت عن ذلك لتشمل الإنسانية بأكملها. وكذلك نرى من الإغاثة للمكروبين الأمر لا يتوقف على المادية، بمعنى لا بد أن تستفيد من غيره. ربما الحياة التي نعيشها مع تغير الظروف وكذلك تغير الأخلاق والطباع، ربما إنسان لا يقدم خيرا إلا لمن قدم له خيرا، لا يسدي إليه نفعا إلا لمن أسدى له نفعا، لا يفعل له معروفا إلا لو قدم له ذلك المعروف. لكن الإغاثة في الإسلام لا تحتاج إلى أمرين. ما هما؟ لا تحتاج إلى المعاملة بالمثل. الإغاثة أن تقدم العون والمساعدة للآخرين لا تحتاج إلى المعاملة بالمثل، وإلا فما الذي قدمته للغير؟ إنما تنتظر الأجر والثواب من الله. لذلك قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبقى تقديم العون والمساعدة لا يحتاج إلى التعامل بالمثل. والشيء الثاني: لا يحتاج إلى المنفعة الدنيوية، وإنما تنظر إلى من الذي يكافئك ويجازيك؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإغاثة للمقربين لا تحتاج إلى المعاملة بالمثل، ولا تحتاج إلى المصالح الدنيوية، بل الأجر والثواب يكون من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد بسط الثواب والأجر لمن قدم العون والمساعدة للآخرين ولو بالكلمة. فلا تتوقف الإغاثة، ولا يمكن أن نحصر كلمة الإغاثة على إنقاذ غريق أو تضميم جريح أبدا، بل يمكن أن تكون الإغاثة ولو بالكلمة. كما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما فسر الرؤية لملك مصر،
كانت هي المخرج لأهل مصر من المأزق، وكانت هي النجاة لهم. يبقى مسألة العون والمساعدة والغلط للمكروبين لا تتوقف على تقديم شيء مادي، بل يمكن أن يكون بالنصيحة. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار تمن. بل يمكن أن تقدم العون والمساعدة ولو بكلمة. تنصح إنسان من أن يقع في ضلالة، تنصح إنسان من أن يشتري شيئا يفسده، تنصح إنسان بمعاملة حسنة، بل يمكن أن تنصح زميلك بالعمل في إتقان العمل فيكون في ذلك النجاة. يبقى الاستغاثة لا تتوقف على الأشياء المادية، بل تكون في الأشياء المادية وفي الأشياء المعنوية. يمكن أن تكون الإغاثة بعمل. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده ويتصدق. قال: فإن لم يجد؟ قال: يغيظ ذا الملهوف. أي يعين الإنسان الذي في ضيق وفي حرج حتى ينقذه من المهلكة، وحتى ينقذه مما وقع فيه. لذلك أهم الأحكام الفقهية، ولا نطيل المقام معكم إن شاء الله، التي نتعرض لها حول الإغاثة للمكروبين، وخاصة مع ما نعيشه وما نراه من عالمنا وحول بلادنا الإسلامية وفي بلادنا فلسطين الحبيبة وما وقع فيها من مكروب، وقبل ذلك حول بلادنا في ليبيا وغيرها. إن إغاثة المكروبين واجب على المسلم. لا تتوقف على الترفيه ولا الند ولا الاستحباب، وإنما ذلك واجب. لذلك أهم الأحكام الفقهية التي تتعلق بالإغاثة، أول هذه الأشياء أنه يجوز للإنسان أن يقطع الصلاة من أجل إغاثة الإنسان الذي في الكرب. تخيل الصلاة وأنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يشرع للمسلم أن يخرج من الصلاة حتى ينقذ نفسه أو ينقذ غيره. بل في الإغاثة للمكروبين يجب الجهاد والنصرة للمظلومين في إنقاذهم بأي صورة كان، فكان من خلال ذلك واجبا على كل مسلم من تقديم العون والمساعدة. كذلك نرى أن إغاثة المكروبين جعلت الشرعة الإسلامية يبيح ويستحب في ذلك التعجيل الزكاة. يمكن للمسلم أن يعجل بإخراج الزكاة عاما وعامين وثلاثة، كما فعلها العباس بن عبد المطلب لما كان الناس في حاجة شديدة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الزكاة. بل من إغاثة المكروبين يجوز أن تنقل الزكاة من بلد لبلد ومن مكان لمكان ومن حال لحال نظرا الظروف الحياتية. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، ماذا يفعل؟ فليسر عن معسر أو يضع عنه. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فليسر على معسر أيا كان ذلك الشخص المعسر. أنت في عمل معين لا تضيق على الناس، بل فرج عليهم الكروبات. ليس معنى تفريج الكروبات أنك تخالف النواهي والقوانين والدين والشريعة، أبدا، إنما ذلك بالعدل وبالتيسير. لذلك هناك كلمة لسيدنا الحسين بن علي يقول: حوائج الناس عندكم، أي عندما يكون للناس حاجة عندكم من نعم الله عليكم، فاشكروه على نعمه حتى لا تتحول إلى نقم. يبقى إذن عندما توكل في أمر وتفوض إليك أمور، لا تضيق على الناس واسعة، ولا تلجئهم إلى الضيق والحاجة، بل تبيس المكروب وتفرج الكروب، فإن الله بذلك يفرج عن كل مسلم كربته يوم القيامة. ختاما
ما على المسلم في ذلك عندما يرى له أخ يحتاج إلى نصرة ولعون أقل ما فيه أن يشعر بآلامه وأن يدعو له وأن يقدم له ما يستطيع. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يمدهم بمدده وينصرهم بنصره إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف. ونحن نتحدث عن المكروبين وإغاثة المكروبين وتفريج الهموم. أعتقد أن الدولة المصرية والشعب المصري على طوال تاريخه كله بيضرب المثل في إغاثة المكروبين لكل شعوب العالم. يمكن حالتنا الاقتصادية مش أغنى الدول، ولكن الشعب المصري هو أكرم الشعوب، وموقفنا من القضية الفلسطينية عبر عشرات السنين يشهد على ذلك. تعاقب رؤساء الجمهوريات والقيادات السياسية على مصر والموقف واحد، نصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وما تفعله القيادة السياسية الحالية من إغاثة الفلسطينيين وإدخال المساعدات، يمكن في إحصائية مش احنا اللي عملناها، جهات أجنبية عملتها عن حجم المساعدات اللي دخلت إخواننا في غزة. اتضح برغم حالتنا الاقتصادية ان حوالي 70 أو 75% من المساعدات التي دخلت أشقائنا في فلسطين من مصر، والباقي وال 25% من باقي الدول العالم وعن طريق مصر. واعتقد ان ما نقوم به من علاج الجرحى والاطفال الفلسطينيين هو خير دليل على قيام الدولة المصرية بإغاثة المكروبين. بما ان احنا بنتكلم على تفريج الهموم وفك الكرب وإغاثة المكروبين، في صيغ الصلاة على الحبيب المصطفى لإغاثة المكروبين وفك الكرب، ألهنا سيدي احمد الصاوي نقلا عن سيدي ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وارضاه: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السامي في سائر الاسماء والصفات وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. دي صلاه لتفريج الهموم نقولها حسب ما تستطيع. سؤال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اي الناس احبهم الى الله واي الاعمال احبوا الى الله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: احب الناس الى الله انفعهم للناس. والنفع ممكن يكون بكلمة، ممكن يكون بفعل، ممكن يكون بابتسامة، تبسم في وجه اخيك صدق. وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كرب أو تقضي عنه دينه أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي الحبيب هو اللي بيتكلم بيقول للمسلمين: ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلى الله أن أعتكف في مسجدي، أي مسجد المدينة، شهرا. ويقول الله تعالى في سورة الحديد الآية الرابعة: بسم الله الرحمن الرحيم، هو معكم أينما كنتم. وعلى ذلك فإنه ينبغي على الإنسان إذا أصابه هم أو غم أو كرب أن يداوم على الدعاء والاستغفار. فلله سبحانه وتعالى ساعات لا يرد فيها سائل أبدا. نستمع الآن إلى كلمة فضيلة الدكتور صبري الغياتي مدير الدعوة والمراكز الثقافية بأوقاف الجيزة، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عمن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار في طريقهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. نسأل الحق سبحانه
سبحانه وتعالى بحق هذه الليالي المباركة أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين، وأن يرد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا يا رب العالمين. ثم أما بعد، إغاثة المكروبين قيمة لا أقول قيمة إسلامية ولكنها قيمة إنسانية حثت عليها الأديان السماوية كلها، وأكد ذلك القرآن الكريم في حديثه عن الأنبياء السابقين والأمم السابقة. ولكن جاء الإسلام فضرب المثل الأعلى والكامل في إغاثة الملهوفين وخاصة المسلمين، بل إن القرآن الكريم ذهب إلى أبعد من ذلك. الحق تبارك وتعالى يقول لنا في سورة التوبة في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. يعني تخيل دين العظمة بتاعت الدين الإسلامي، مش بس إن هي بتربط وشائج المجتمع المسلم بعضه ببعض، لا لا، الدين الإسلامي دين عالمي، الدين الإسلامي دين الإنسانية كلها، الدين الإسلامي بيربط البشرية كلها بحبال موثقة أو بعرى وثيقة من التوادي والتراحم والتعاطف وما إلى ذلك. فلما يجي القرآن الكريم مش بس كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادي وتراحمهم وتعاطفهم، كلنا نحفظ هذا الحديث، لكن القرآن الكريم يعطينا درجة أعلى من ذلك حتى يصبح الإسلام دينا عالميا وتصبح قيم الإسلام قيما عالمية لو أخذ بها العالم لنجا في حاضره ومستقبله. فيقول: وإن أحد من المشركين، مشركين ده يعني مخالفة في العقيدة، يعني أظن ما فيش بعد كده، اختلف معك في العقيدة عكسك خالص تماما، ومع ذلك وإن أحد من المشركين استجارك أيها المسلم فأجر. وذلك حتى يؤكد القرآن الكريم أن قيمة إغاثة الملهوف أو أن القيم الإنسانية الراقية إنما تؤخذ من الإسلام ومن كتاب الإسلام من القرآن الكريم. الشك اللي عايزنا عليه الإسلام، إحنا بقى كمجتمع مسلم كأمة إسلامية، المفروض إن ما بيننا التوادي والتراحم والتوادي، ومن الكلام ده كله إغاثة الملهوف. أنا لو حبيت يعني أستقصي أمثلة من القرآن الكريم ينقض العمر ولا ينقض الحديث حول الأمثلة التي أوردها القرآن الكريم في إغاثة الملهوف، كما ذكر تفضل فضيلة الدكتور محمود وأشار إلى قصة سيدنا يوسف، وأيامها يوم سيدنا يوسف مصر أغاثت العالم كله في مجاعة 7 سنوات. مصر كنانة الله في أرضه أغاثت الدنيا كلها وصدرت الطعام للدنيا كلها بمقابل وبغير مقابل إلى الدنيا كلها، تلك هي مصر. وموسى عليه السلام الذي تربى على ربوع أرض مصر وتخلق بأخلاق أهل مصر، حينما وجد امرأتين تزودان قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما وطلب شرب، وحينما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وقف معاه عليه السلام. والحديث في ذلك يطول جدا بطول القرآن الكريم كله، ولكنني ونظرا لاختصار الوقت أقف مع كلمة واحدة من القرآن الكريم لو فهمناها وفقهناها وعلمنا بلاغتها لكفتنا في هذا الباب.
باب إغاثة الملهوف تكافل الاجتماعي، وإن القوي يعطف على الضعيف والغني يعطف على الفقير، وإن اللي معاه حتى اللي ما معاهوش اللي هو ما هوش في كرب وفي ضيق ينفس عن أخيه الكربات والضيق. ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنفال، آيات الأخيرة خالص من سورة الأنفال اللي بنسميها آية الموالاة، لما نقول إن الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك إيه؟ وبعدين لما اتكلم برضه عن المجتمع المقابل قال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تبوه. اتكلم عن جماعه المال والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم ايه من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. انا بقى عايز نفهم مع بعض كده في البلاغه القرانيه، وعارفين ان الباب ده هو الباب المفضل دائما. كلمة الولاية التي ذكرها القرآن الكريم ما لكم من ولايتي أو ولايتهم على أحد القراءتين، كلمة ولاية أو ولاية، هذه الكلمة لو فهمناها وفهمنا بلاغة الأداء القرآني لها لكفتنا في باب التكافل وفي باب التراحم وفي باب إغاثة المكروب والملهوف. طبعا احنا عندنا الاساس اللي احنا فاهمينه كلنا مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، وضع هنا ما شئت من المعاني كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والخمر. ليه ربنا سبحانه وتعالى هو بيتكلم عن العلاقه بين المسلمين بعضهم وبعض وعن المجتمع المسلم كيف ما اتسع؟ يعني مش المجتمع المسلم ده معناه بس الناس احنا كده اللي في المسجد ده او اهل البلده دي بس، لا لا، المجتمع المسلم كيف ما اتسع؟ تمام كده 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 كده. فجاب كلمه ايه ما لكم من ولايتهم من شيء، وانا بركز على القراءه دي لان دي ليها معنى كبير قوي. ليه؟ قال لك هو ليه القرآن الكريم جابها على ولاية؟ وده من بلاغة الأداء القرآني في القراءات القرآنية. هو كلمة ولاية على وزن ايه؟ على وزن فعالة، صح كده؟ طيب كلمة فعالة زمان خالص لما كانوا بيدرسون المصادر وقالوا لنا أن مصدر فعالة يأتي للدلالة على أن أمرا توسطه أمر ثم التف هذا الأمر حول الإيه؟ حول المرء. قالوا ومنها لفافة وعمامة، مش كده ولا إيه؟ العمامة دي حاجة متوسطة كده وحاجة إيه؟ بتحوطها وتدور حولها، صح ولا لا؟ قال لك طبقه القرآن الكريم عايز يدي لك أنت المعنى ده إزاي؟ القرآن الكريم لما بنى على هذا لما جاب كلمة الولاية على هذا البناء وهذه الصياغة أراد أن يمثل أو أن يجسد حقيقة المجتمع المسلم وأن المسلمين جميعا ينبغي أن يضعوا نصب أعينهم بل أن يضعوا في حبات قلوبهم الضعيف والملهوف والمكروه والمحتاج والفقير والمريض، كل من به عوز أو حاجة ينبغي أن يتوسط المجتمع المسلم، ثم على بقية المجتمع كله أن يكونوا مثل اللفافة التي تلتف حول الإمامة، تمام؟ تلتف حول بعضها البعض حتى تحوط هذا المكروه بعنايتها ورعايتها وحمايتها وعطائها حتى يعود هذا المكروب وهو يشعر أنه لا يواجه الكرب وحده منفردا وإنما يواجه الكرب بمجموع الأمة الإسلامية كلها. إذا تحقق هذا المعنى أصبحت الأمة مطبقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم.
تمام كده 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 كده. يبقى ده المعنى الاولاني اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعطيه ايانا في بناء المجتمع المسلم، وان بناء المجتمع المسلم ينبغي ان يكون مثل الامامه او الافافه، وان يكون ضعفاء هذا المجتمع، وان يكون مكروبي هذا المجتمع، وان يكون محتاجي هذا المجتمع، ان يكونوا هم الوسط، وان نحوطهم جميعا بعنايتنا وبرعايتنا وبعطائنا وبكذا وبكذا وبكذا، حتى يشعروا أنهم لا يواجهون المخاطر وحدهم، وإنما يواجهون المخاطر بجهود الأمة كلها. ولهذا كانت هذه دلالة لها معنى ومخدا في إرساء هذا المعنى. كلمة برضو ولاية على هذا الوزن هو فعالة، تمام؟ بتأتي كمان زي ما العلماء رصدوا المعاني بتاعتها فيما يدل على الحرف والصناعات. بتيجي في ايه؟ فيما يدل على الايه؟ على الحرف وعلى الصناعات. تلاقي مثلا خياطة على وزن ايه؟ زيها برضه. تمام كده كده. ونجارة. وخد بقى ايه من اسماء الحرف والصناعات الكثير على هذا الايه على هذا الباب. الله الله. طب ده دخله ايه بالمعنى اللي احنا فيه يا مولانا؟ اقول لك بعد ما تصلي بقى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو انا لما اقول لك النهارده انا عايز المجتمع المسلم يصبح بهذا المعنى الاولاني اللي انا اتكلمت عليه، إن الفقير والضعيف والمكروب والمنكوب يجب أن يحوطه المجتمع إحاطة كاملة بهذا المعنى. هل أنا وأنت سنطبق هذا الأمر في حينه؟ يعني على طول كده هنقوم من المسجد نعمل الكلام ده، ولا هيبقى صعب على نفس البشرية شوية؟ قال لك فجاء الحق تبارك وتعالى بهذا البناء ليدل أيضا مع الدلالة الأولى على أن المجتمع المسلم لا بد أن يتدرب على هذا المعنى، ولا بد أن يتعلم هذا المعنى، ولا بد أن يحترف هذا الإيه هذا المعنى، كما يحترف أحدنا صنعته وكما يمتهن أحدنا مهنته. احترفوا أن تكونوا هكذا، احترفوا أن تحوطوا الفقراء والمكروبين، احترفوا وتعلموا وتدربوا وروزوا أنفسكم على أن تكونوا حماية للضعفاء وحماية للفقراء وعطاء لا ينفد لأهل المستحقين للعطاء. فإذا فعلتم ذلك وتدربتم وصارت تلك حرفة وتلك صنعة لكم، كما يتدرب الولد على حرفة الصناعة وعلى حرفة التجارة. ما بيبقاش إيه؟ ما بيبقاش تاجر شاطر مرة واحدة، لازم بيغلط صح ولا لا؟ وهكذا في كل الحرف والصناعات. فالحق تبارك وتعالى أراد أن يقول للأمة الإسلامية كلها من خلال هذا البناء الصرفي في هذه الكلمة، وهو يتحدث عن علاقة الأمة الإسلامية بعضها ببعض. نعم، يجب أن نعترف وأن نتعلم ذلك كما يتعلم أحدنا صنعته، وأن نتقن ذلك، وأن تكون هذه أن يكون هذا هو أساس العلاقة بيننا، وأن نحترفه كما نحترف الحرف والصناعات، حتى تصبح الأمة الإسلامية على المستوى الذي أرادها الله تبارك وتعالى أن تكون عليه فيما بينها من تواد وتراحم وتآلف وما إلى ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يحفظ علينا بلادنا أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ مصرنا غالية دائما عالية أبدا يا رب العالمين، وأن يجعلها دائما وأهلها معطائين عطاء دائما مستمرا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم غوثا لكل المستغيثين وفرجا على كل المكروبين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور صبري الغياتي مدير الدعوة والملاهي الثقافية موقف الجيزة على هذا الكلام الطيب. وفي الختام بنقول ان تقديم العون والنصرة لمن يحتاج اليها سلوك اسلامي اصيل.
وخلق تدفع إليه المروءة ومكارم الأخلاق. وقد كانت حياة الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير مثال يبتزى في كل شيء، ولا سيما إغاثة الملهوف. في ختام هذا اللقاء، احنا في مسجد سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، وهو من هو، بما أن احنا في هذا المسجد نتذكر بعض الكلمات اللي قالها سيدنا علي بن أبي طالب عن شرفه ونسبه، وهو يعني كلام محمود ان الواحد يقوله عن نفسه ما دام حقيقه. علي حبيبنا سيدنا علي محمد النبي اخي وسهري، وحمزه سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يطير مع الملائكه ابن امي، وفاطمة بنت نبينا سكني وعرس مشوب لحمها بدمي ولحم، وصبت أحمد ولداي منها سيدنا الحسن وسيدنا الحسين المدد، هما سيدا شباب أهل الجنة، فمن منكم له سهم كسهمي. ده سيدنا علي، مدام احنا في مسجد سيدنا علي فحضر السلام والتحية لسيدنا علي بن أبي طالب، كان من أقرب وأحب الناس للحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما بدأنا بالصلاة على الحبيب وحتى تعم البركة على اللقاء الطيب والحاضرين، نصلي مرة أخرى بصلاة سيدي أبو الحسن الشاذلي لتفريج الكروب وإغاثة الملهوفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. ونصلى على الحبيب المصطفى بصيغه جميله كان بيحبها حضره النبي وبيقولوها بقى الساده الخلوتيه وسيدي احمد الدردير رضي الله عنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. في صيغه بقى بيحبها الحبيب المصطفى نختم بهذا اللقاء قريبا الى قلب الحبيب المصطفى، الله وتنقلها العارفين والصالحين عبر الزمان. اللهم صل وهديه من لحضراتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى امه وابيه وعلى اله وازواجه وصحبه وسلم. احب الناس للحبيب المصطفى امه وابوه، اللي باراده ربنا جابوه خير لهذه الدنيا وللكون جميعا، وخلق الكون من اجل الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبالصلاه على الحبيب تفك كل الكروب وتفرج كل الهموم. في ختام هذا اللقاء الطيب وفي ختام اليوم الثاني من الاسبوع الثقافي بمسجد سيدنا الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه، والذي يقام تحت رعايه فضيله الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه، بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وبنشكر ضيوفنا الكرام اللي شرفونا في هذا اللقاء، الدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكليه الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، فضيلة الدكتور صبري الغياتي مدير الدعوة بالمراكز الثقافية بأوقاف الجيزة. سعدت بالوجود مع حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.